هذول عيالك مو عيالي انا، مالي شغل فيهم. انا الحين مشغوله، لما اخلص شغلي ارجع البيت، فاهم؟ لا تدق بعد. وصوليات الصبح اليوم يا بنتي صور الرسائل اللي بينك وبين شاهين، وقالت لي اني ابتعد عنك. وبعدين لحقتني للمقبره، صورت الفيديو وتستلج. جزاهم الله خير، لما يكون بيتي وقف خيري مو بيتي الخاص وفي راحتي. خلاص خلاص، انا بلمح لهم وان شاء الله ما تصير اي مشاكل. نطب البحر طبعا، طقاقه ويباب الملشه كلها هناك تحت. ليش خصوصا ايش قالت لكم؟ قالت انك ما تحبيننا وما تستحملينا، البيت كله مطايقنا. قصون وعلة إن شاء الله وعلة، بتعقد عيالي. أنت اللي ذابحك إن خالد ما طلب وجهك ولا خذاك، هذا اللي ذابحك. أنت حسبالك أنا مو كاشفك ولا شنو؟ يعني ما يصير الحب يتحول لصداقة ود وعشرة؟ بلى يصير هالشيء لما يكون في اتفاق بين الطرفين، مو بالغدر. صكي حجك، لا تبنيتني فهمتي؟ طلقني. باكر ارسل فيشتي بالدوام، عادي خلي يحسون عندك، يعني بعشي وبلبسه وبخليه عندك لين ينام. اوكي مو مشكله. ايش سويتي بالعرس؟ كل شيء تمام الحمد لله. انت ايش منومك مداره؟ ماكو، كان خايف، قلت انام عنده عشان لا يخاف. ما شاء الله، انت وين كنتي خاشه هالجمال كله؟ انت طول عمرك جميله يا روان، وانا طول عمري شايفك اجمل الجميلات. جميله باخلاقك، برقتك، بطيبه قلبك. ما ادري، روح نام احسن لك. مو قادر اشيل عيني من هالقمر. بس اغسل وجهي هالقمر بيختفي. انت قمر بكل حالاتك. حسبالك انا اثول ولا مدمغ ولا ما افتهم؟ انا ادري ان ماكو شيء اسمه شاهين، وكل الفيلم هذا انت اللي سويتيه. لعبتي بعقلي وعقل البدريه وخليتيني اطلقها. بس انا وايد متحسف اني طلقتها، لانك ما تسوين ظفرها. حرام عليك، قلت لك ابي ممرضه، متبيخله علي بالممرضه وتركتني طول اليوم بروحي. جسمي حاشته تقرحات، تعبت جتني حكه، ابي وحده تنظفني تطلعني بالشمس كل يوم. ما تبين وحده توديك السينما وتحجز لك سبا؟ طب زين علي جبلت الحياه. قلت لك ما عندي فلوس عشان اجيب لك ممرضه، ما عندي. وين فلوس البيت؟ مو شرينا البيت واسسناه، فيك نسيتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الله ينتقم منك يا غصون في اللي قاعده تسوينه فيني. تحسبين علي؟ فوق كل اللي سويته لك وبعد تحسبين وتدعين علي؟ شو سويت بعد اكثر من اللي سويته؟ شو اسوي؟ يا ذاتي حسبي الله ونعم الوكيل.
على كل اللي قاعد اسوي لك اياه 24 ساعه تحسبين علي. شو اسوي لك بعد اكثر من كذي؟ ايش تبيني اسوي؟ تحسب علي كل ما شافتني تحسب علي وتدعي علي. ليت منها والله انا قاعده اخدمها. تدعي علي وكل شيء مو عاجبها. كل شيء مو عاجبها. شو بنسوي عشان يعجبها؟ زهقت منها والعيشه وياها. زهقت. زهقت. ليت عاد ما يحتاج يوصيك على بدرية. حطها بعيونك. ها حط بالك عمي. وصني على أي شيء إلا بدرية. بدرية هني داخل بالحفظ الصون عمي. لا تحاتي. كفو كفو يبا. يلا يبا توصلون على شيء. طول عمرك يبا. أنا بسلامتكم. الله يسلمك. يرباس على نفسك يا يمه. بس توصلين طمنيني إن شاء الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. تروحون تردون بالسلامة. تمشي عمي. سلامتك يبا. مع السلامة. السلامة إن شاء الله. فيني شيء بس قاعدة أفكر بالياهال. أنت قاعدة في المالديف تفكرين بعيالك. أوكي فكري فيهم بس العيالك حين عند أبوهم بأمان. ليش خايفة؟ شوفي نفسك. استانسي. مدي انظرك. ارتاحي. اللي ورا خليه. خليه. هناك.
المالديف عايشين شيء ما شابه هلا. اسمع صوتك، صوتك كرهته. تعرفين شنو يعني كرهته؟ صوتك كرهته. انت اللي دمرتي حياتي، انت اللي خليتيني اوصل لحسن لا بيت لا ريل لا عيال ولا حب. حتى الريال اللي كنت مفتكره انه هو يحبني ويبيني مهتم فيني طلع يبيني علشان فلوسي. لا تناديني، ما اسمع صوتك، اكره صوتك. سامعه؟ أكره صوتك. لا تناديني، لا تناديني، لا تناديني. حسبي الله ونعم الوكيل. لا تناديني. الله ينتقم منك يا غصون. الله ينتقم منك يا غصون. ما شاء الله ما شاء الله، شريحة زينة، شكل الأكل ناطع اليوم. أنت تعالي ذوقي الحين بعدين قولي رأيك. أو زبيدي بعد. هذا أقل شيء عندي الزبيدي، أسهل شيء. صدق. جربي جربي ذوقي. ها. لذيذ ممتاز، تسلم إيدك. تدري أنت لو تفتح مطعم الناس طوابير بس عشان تشم هالريحة. لا هتش دعوة مو لهالدرجة. لا والله من صدقي، أنت ليش ما فكرت تفتح مطعم؟ وين افتح مطعم؟ هي فكرة جميلة بس ما عندي فلوس. انزين لو انا خذيت قرض وصرت شريكتك بالمطعم، ايش رايك؟ والله فكرة ممتازة، بس الموضوع يبي له دراسة. ايه خلي ادرس الموضوع وافكر فيه. بس عيل اذا تم الموضوع وصار راح اسمي المطعم حسن. دام بتسميه حسن خلاص انا راضية بكل شيء. خلاص خلي اروح اجيب حسوني واغير هدومي نتغدى معك. يلا لا تاخرون. ان شاء الله. هاي امه شلونك؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ايش فيك يمه؟ في شيء؟ يمتي مريضه؟ لا يمه ما في الا العافيه، ما فيني شيء. يمه شلون ما في شيء؟ انت صوتك مو عاجبني. زين وين ايوب؟ اعطيني اياه كلمه.
مر يعني يمكن بداري ما زين حبيبتي اعطيني شو بدك عليك وين هذا انا اعلمكم هات تفضل هذا وينه محمد بابا حبيبي فات عسل انا بروح الحين اشوف يدتكم شوي وبي ها العشاء مالكم بالثلاجه اي شيء تبون على طول روحوا اكلوا ماشي دير بالكم ها ردوا علي ردوا علي الحين وقته ما حد يرد علي حبيبي اخذ هذه اخذ هذه صعب يعني ليس ايوه كفو كفو انا اعلمك ايوب تلفوني قاعد يرن ايوه ايوه العب العب الو العب ايوب لحظه يا ايوب انطر دقيقه الو يا حبيبي ركز باللعب العب ما اسمع صوتك يقطع اقول لكم ايش فيها شفتها اليوم ولا لا خل اخلص من الديوانيه واكلمك ماشي يا شباب انا للعب يا ايوب لحظه يا ايوب ايش فيك انت دقيقه اخلص من الديوانيه واكلمك يلا يا حبيب الجيم الطاف فازوا علينا ركز شو السالفه صار صار يلا يلا ماشي ماشي الله يستر الله يستر الله يستر دق على منه بعد دق على منه ما خليت احد ما دقت عليه دق على منه عندك وقت حق امي ما عندك وقت غير حق ماسك بس انا حطت لي ابويك وين امي ها تعالي اخري وين داش يا بنت يما يما حبيبتي يبعد عمري انت ما تحسين ايش امي مريضه وانت مجابله ويج وحطت لي هالماسك من زينك عاد لا عاد احترمي نفسك ترى مسخت وايد شنو ماكو احترام حق صاحبه هالبيت لا حبيبتي ترى هذا بيت اخوي ولا تنسين نفسك وقاعد يصرف عليك من فلوس البيت اللي بعناه وما خلينا امنا فيه ولا هو من وين اللي يجيب لك تلفزيون شاشه قد السينما ها صارت فيك المواصيل تعرفين راي لي شنو جايب لي مو جايب لي ليش ما تدرين كل ما يشوفنا يتشكى منك لا عاد شدة اساسا انا اتمنى من الله يطلقك اليوم قبل باكر بيدي بسوي وحده ظفرها يسواك واخري عني ها ايش فيكم ايش فيكم قاعد تهاوشون شايف وجهها شايف شو مسوي ام هذا امي كاسات الحارتها مرتفعه قلتيها امك مو امي بس 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 شذا وبعدين معك ماكو احترام لا لي ولا البيت ولا مرتي انت ما تفهم امك مريضه اي خلاص راح نوديها الطبيب ليش هالصراخ وهاللويه انت شايف شو مسوي ابويها هذا امك ترى امك حرارتها مرتفعه هذا انت قلتيها امك يعني المفروض انا اجاب لها او انت تجابلينها حياه مو ممرضه عشان تجابل امي كذي يا اخوي تبيعني وتبيع امك عشان هالشيفه انا مو شيفه يا الشمبانزي بس 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 يا هال انتو شذا الغلط اللي سويتيه انت بتدفعين ثمنه انا باخذ امي بوديها المستشفى الحين وانت بتين معانا وعقب ما تطمن عليها راح تروح عندك البيت عشان تعرفين شلون تتحملين مسؤوليه انا باخذ امي احسن من السجن اللي هي قاعده فيه لا حد يسال عنها ولا حد داري عنها خلاص لا تكثرين حكي وايد حيات ذهبي اغراض امي باخذهم معي اوكي ماشي يا اخوي ماشي يما انا هني
باخذك معي بعد عمري. حبيبي اليوم الجو يحب ما شاء الله وايد. خلنا نصور صوره. يلا اوكي. بكتب عليها الماء والخضره والوجه الحسن. 100% كلامك صح. ليش ما تتعشين ويانا؟ الفلافل مو مستواك يا بنت الفقر. ممكن تتكلم شوي؟ خير عسى ما شر. تعالي نقعد واقول لك. هلو رقم وقع على بياض. تقدرين تستخدمينها ضدي بالطريقة اللي تناسبك في حال اني ضايقتك او اني قصرت معك باي شيء. ما فهمت شيء. انا وايد مستحي من نفسي. يعني بعد كل اللي سويته وكل مره ضايقتك فيها وكل مره احتجتيني وبسوء الظروف ما لقيتيني يمك تيني توقفين معاي الحين. جد انا وايد مستحي من نفسي وماني عارف شنو اقول. بس انا حاب اني افتح معك صفحه جديده ونفتح المطعم شراكه ونخليه باسم حسن. والورقة هذه بتتم بيدك يعني وتقدرين تتصرفين فيها بالطريقة اللي تناسبك والمحل وما فيه كله بينكتب باسمك. ناصر أنا لما أقول لك إن أنا شريكتك بالمشروع ما أقصد شيء أنا بس أتخشمر. المشروع راح يكون باسمك، المطعم راح يكون باسمك وأنت لك حرية التصرف. إن شاء الله بشطارتك ومجهودك يكون فيه ربح وتعطيني كل شهر من الربح وأنا أسدد القرض. روان انت اعظم انسانه بالدنيا وانا راح اثبت لك هالمره اني صدق شاريك ومستحيل اني اتخلى عنك. ووعد المطعم هذا راح يشتغل وراح اطلع منه فلوس وانا بنفسي راح اسدد القرض. ومن يوم رايح انا اللي بصرف عليكم وما راح يكون في اي قصور من ناحيتي. وحسون ان شاء الله راح ادخله احسن المدارس وباذن الله بيصير احسن واحسن. Thank you.
ما شاء الله، شوفي شوفي بدرية شهر العسل في المالديف، شوفيها شحالاتها. اي تهبل والله المكان حلو. شوفي شوفي. ها شنو انت تروحين شهر العسل هناك؟ لا يا معوده شو وديني فاضي، انا اروح الامكنه. انا قايله حق فهود ابي مكان شي، عرفتي مكان غريب والغوص. شنو فهمتي؟ شنو شو يا نيتي انت شكو تغوصي شهر العسل؟ ما ابي اسوي نفس البنات ملاقب بوفيه مي شنو، وابي فندق من مالي خلق هالتفلسف، ابي اكشن جديد. يلا ليش شوفينا؟ شوفي لهم حبيبتي مو مهم وين تكونون، اهم شيء انت معاه تكونون مع بعض. حبيبتي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا ابو حمود. هلا مرحبا. شلونك؟ هلا بالغالي. شخبارك؟ شخبارك؟ طيب؟ شك طيب؟ الله يسلمك حبيبي. الله يعافيك. السلام ورحمة الله. ابو حمود عندك انستغرام؟ اي عندي. تفهم عليك همر بس بغيت ادش اشوف لي اكونت. اي حاضر فعليك. ما يضايقك؟ لا اشتغل حبيب قلبي ما تقصر. مالك بالبرامج هذه؟ ها نزلته والله فتره وما يازلي مسحته. اي هذا البحث الا اعرف اعرف. اي تفضل. حبيبي ابو حمود مشكور. العفو. يلا فما الله. ما يمدي توكي هاي؟ والله ماكو شوي واسع عوني. والله حبيبي. الله وياك. ايش بيها العيوز؟ شوي قلت هي بس انا جايب لها كم يوم. اي سلامتها. ما اشوف شاب. هلا ابو محمد. ايوه. شلونك شو اخبارك؟ حبيبي. شلون عندك؟ بسم الله بسم الله بسم الله على شيء عمري. عندي ريبورت. عندي ريبورت. نورتي البيت يا بعد عمري. ينور. ما تدري ايش كثر مستانسه تقعدين معاي؟ تفضل. الله يعزك شو الخير. حبيبتي مسكين. بعد عمري. بسم الله عليك. خلامي خلامي. ايوه. شادو. شادو. شنو هذا؟ هذا عيالك طول اليوم لا تسألين عنهم، راح تنجاب لك امك. خلاص مو وقتها الحكي. شنو؟ وقت الحين. خلنا نفرش حكومة عشان بدنا نام. جايت الفيغ، جايت الفيغ. محمد خلاص ايش فيك؟ يلا خلصي خلصي. يلا بعد اذنكم استاذن انا. اقعد يبا تعشى اقعد. لا بس بس واصل واصل. هلا حبيبي. سلام تصبحون على خير. هلا. تدري انا ما راح تكمل فرحتي الا لما يكونون عيالي معاي. لا تحاتي، عيالك بيكونون معانا وبيعيشون معانا وبنشوفهم. لا وبيسافرون معانا بعد تدري. تدري لو مشاري هني كان ايش بيسوي؟ كان بيطابش بالبحر.
وعذور ما راح تخلي مكان الا تاخذ سيلفي فيه، ولهت عليهم والله. الله يحفظهم لك ان شاء الله ويحفظك لي ان شاء الله. ان شاء الله. ماكو احد مسوي لي منشن على صور امي. شو الريحه هذه؟ بس خذ لغاته هذا هني، بس خذ لغاتك بدارك. انت ما تشم الريحة الخايسة هذه؟ ريحة كاتشب على دلاغات على بطاطس، بطلوا البيبان، بطلوا الدرايش، خلونا نشم هواء، قوم بطل الدريشة. لا لا خالتي، ممنوع احد يفتح الدريشة، لان مشارك المرة يحط الكرسي ونخاف يطيح. يا سلام، يعني ما نشم هواء نقي، ما نشم اكسجين عشان مشاري؟ قوم بطل الدريشة، ريحة خيسة، حتى دلاغاتك دشت براسي. قوم بطل الدريشة فكني. ما ادري ايش مريحة ادلاغات، ما ادري ايش مريحة عرق، شنو هذا؟ شيل شيل السوني ماتك، يلا يلا بشوف المباراة. شيل شيل ألعابك ودلاغك هذا، شيله يلا يلا بشوف المباراة يلا. إيه. وين الريموت؟ شم قاعدك؟ يلا قوم. وانت ان شاء الله تبي تقعدنا على هالمباراة وهذا الصوت واللجة والصراخ؟ انا ترى يوم اجازة برتاح في بيتي، شلون يعني؟ شلون يعني؟ ما اشوف اللعب؟ اروح القهوة يعني؟ على هالصراخ هذا ما قعد انا، اروح ادش داخل ابركلي. يكون ابرك. Thank you.
إيمان؟ إيمان؟ إيمان؟